بط وهزها وهي كانت ترتب بين ايديها. طلع في الدروج بخطوات سريعة وهي كانت تضرب برجليها وتغوط. حطها فوق الناموسية ومشى بخطوات سريعة وحل تريسينج. أهز قميجة ديالو ولاح عليها وقال شدي لبسي غادي ندوش ونمشي نحس في بيتافور. بدلي حوايجك ونعسي ما نعاودش هدرتي. هزات راسها بآه وشاف فيها وضحك. دخل الحمام وهو كيحس براسه في شي شكل. واحد الإحساس غريب. دوش وخرج. أما مريم كانت غدا حماق بالتقلاب. كتقلب على زين وتعاود. لدرجة سولات نص اللي في الديسكو. ووالو. كل شي كيقول ليها ما عارفش. خرجات وبقات كتبكي وتغوت قدام البواط. خرج زين من الدوش. لاوي عليه غير فوطة. شافها واقفة قدامه لابسة ديك الشميز اللي عطاها. وبدات كتشطح. وبلا ما يحس جرها لعندو هزها. دورات رجليها عليه وترخات مع لمساته همساته ليها. لاح الفوطة وشاف فيها وجبدها من ايديها لعندو بحال شي دمية وحيد ليها القميجة حتى بقات غير بدبيات. جاوبت معاه وقع بيناتهم اللي وقع. الصباح فاقت لقات راسها في بيت زين. عاد وعاد على اشنو دارت. بدات كتخبط في جنابها وكتبكي. فاق زين وحاول يهدنها وقال ليها باش تسمح ليه. ما بغاتش تسمح ليه ولبسات حوايجها ومشات ديري كتل دارها. وصلت ودخلت وبقات كتبكي. شوية كتسمع الدقان في الباب. حلات ولقات زين قدامها. رجعت بغت تسد الباب وكالاه برجله. ادخل وسد. بقات كتغوت عليه وقالت له استغليتي ضعفي حيت كنت سكرانة. زين قال ما غاديش نتفاهمو هكا وانتي كتغوتي صايبي لينا بعدا الفطور ومن بعد نهضرو. بدات كتغوت عليه وعاطيه بالظهر. شويه حسات به ما بقاش الاثار ديالو يحسب ليها خرج. مشات سدات الباب ورجعت لبيت النعاس. لقاتو مجبد تخلعات. هز راسو وشاف فيها وقال اجي مالكي قربي. قربات عنده ووقفات وجرها حتى جات حداه. تخشات جنبه ومازال ما متيقاش راسهاش كدير. بقى زين كيحاول يفهمها باللي هو ولا من جادب ليها وباللي ولا كيبغيها. سمعت صوت الجرس وقالت غادي يكون الحساس. زين كان في البيت. هز كاس ديال القهوه اللي قادته ليه عائشه. يلا غير شف منه وتخواليه على التيشيرت ديالو. حيدو وبقى عريان وعضلاته بارزين. حلات الباب وهي تلقى مريم. صدمات. وخرج زين كيعيط لعائشة. مريم شافت فيها وجهها ولا صفر. وزين معرم ورا عائشة وهي تقول عائشة مريم ما تفهميش غلط را سمعي. قاطعتها مريم وقالت سمحي لي جيت في وقت ماشي هو هذاك. ورجعت اللور كتجري. هبطت مع الدروج. عائشة تنهدات وقالت غادة تفهم غلط. زين واقف عادي قال ومن بعد. وهي تقول له عائشة راها بنت خالتي. قال اها ومن بعد. عائشة قالت غادي حساب ليها بيناتنا شي حاجة. زين تقدم جهتها وهي بقات واقفة ما عرفت ما تدير. وكل ما زاد خطوة قلبها كيضرب. وصل حداها وعنقها ودفع الباب بإيدو وتسد. قال انتي راكي عمري. عائشة تشوكات وقلبها بدا كيضرب بالجهد. وهو يقول كان بغيك عائشة. ما عرفت باش حسات بحال لا في شي حلم زوين. هزات ايديها بشوية وحطاتهم على ظهره وما جاوبات بوالو حيت مازال ما متأكداش من هاد الشي اللي كتحس بيه. هبطات مريم كتجري ومشات ركبات في طوموبيلتها كسيرات بالجهد لدرجة ما شافتش حتى واش طريق خاوية. وقالت الصلقوطة اللي ولداتك. زين ديالي ديالي بوحدي ماشي انتي اللي تجي وتاخديه ليا ماشي انتي. وصلت لدارها وهبطات كتجري ومشات كتجري لبيتها. حلات درج ديال الكوافوز وبدات كتقلب على شي حاجة. وبدات كتقلب على المذكرة ديال الأرقام ديال الهاتف. ألقاتها وقلبات على الرقم اللي بغات وقالت آه هو هذا أنا مازال عاقل عليه
هزات وخدات تليفونها وهي كتبكي. سجلات الرقم تليفونها وعيطات. قالت ألو العقرب ياك؟ قال ايه انا. وهي تقول بغيتك في مهمة. اضحك بالجهد وقال اشنو مريم الغبرة تاني؟ مريم بدأت كتضحك بجنون وقالت لا الموت. قالت لا الموت. وهو يقول وقتاش وشكون والبلاصة والتمام؟ وهي تقول له اليوم بالليل نتلاقى وندوي. وهو يقول بلاصتي راكي عارفها. قالت غدا نجي عندك في الليل. قطعات ولاحت التليفون كلها كترعد. ومشات الكوزينة كتقلب ما بين المعن حتى لقات علبة صغيرة وحلاتها وجبدات شخنيشة صغيرة فيها الغبرة وبدات كتضحك بالجهد. ستفات سترفق ايدها وبدات كتشم حتى سالاته. وهي تقول عائشة موتك على ايدي يا بنت خالتي كيف ما درت لهاديك صاحبته الاولى. وصل الليل ومشات للديبو اللي كيكون فيه. دخلت وكان غير الظلام بالي هالعقرب جالس الدخان طاير قدامه. وهو يقول لا لا مريم تواضعتي وجيتي تزوريني. مريم ابتسمت بزز وقالت انت عارف ما عمري كنت غدا نجي كون ما كانتش مصلحتي هنا. نادو بدا كيضحك. نادو شعل الضو وقال الحاجة الوحيدة اللي كتعجبني فيك هي صراحتك. خنزرت فيه وقالت كون ما كنتش كنعرفك وقريت معاك ما كنتش غادي ندير فيك الثقة. خشى يدو في جيبو بدا كيدور عليها. وهي تقول حباس جبتي لي الدوخة. وقف موراها وزاد شوية القدام وقال ما زال فيكي نفس الريحة ونفس العناد. وهي تقول وما زال عندي نفس الهدف. خسر سيفتو ويقول مزيان زين كروز تاني مرة غدا تقتلي على قبله. قالت مريم مستعدة نقتل ألف وحدة باش يبقى ليا وانت كيف ما العادة غادي تنفد وفلوسك يجيو حتى لبين يديك. مشى جلس فوق الكرسي وحط رجل فوق رجل. وهو يقول شكون هذا المرة؟ مريم حلات ساكها وجبدات تصويرة لعائشة ومعها واحد المبلغ في ظرف وقالت ها هي التصويرة والفلوس نكملهم ليك فاش تقتلها والعنوان راهو عندك مكتوب على الظرف. شد الفلوس بلا ما يهتم للصورة اللي مدها للحارسة ديالو. والفلوس بين ايديه شاف فيهم قال ما غاديش نحسبهم انتي عارفة التهمان وعارفك ما غاداش تلعبي معايا. غدا مع العشرة ديال الليل حسب الموضوع تسد والبنت ماتت وروحها طلعت للسماء. ابتسمت مريم وقالت مزيان. تمت خارجة وهي تقول ايامك سالات بنت خالتي العزيزة. نزلت عائشة وغادا لدارهم. قطعات الطريق وتمشات شوية حتى يجي من وراها بخطوات واثقين وسرعة. حط ليها على نفها منديل وداخت وطاحت هزها كيف الريشة. ووقفت سيارة وحطها فيها وكسيرها شوية. وهو يجي في الدين وقف قدام العمارة اللي ساكنة فيها. عيط عليها تليفونها كيسوني وما كتجاوبش. اطلع ودق وما جاوباتوش. اهبط وسول العساس. قال ليه العساس يلا خرجات وشفتها ركبات مع شي واحد. زين تعصب وبدأ كيغوت. وهو يقول كاينين شي كاميرات ديال المراقبة هنا؟ قال له الحارس اه سيدي كاينين. ورالو العساس المكتب اللي خاصو يمشي ليه. مشى نيشان ودوا معاهم وبدا كيشوف الكاميرات المراقبه. وبانت لي عائشه فجا موراها هذاك وحط شي حاجه على نيفها. ومن بعد دخلوها في الطوموبيل. وقف الشريط ديال الفيديو واخترق من الطوموبيل وقال قسما بالله موتك على ايدي. اما العقرب هبط من السياره وشاف مزيان في الجثه اللي في الطوموبيل. أهبط من الطوموبيل وشاف مزيان في الجثة اللي فيها. ابتسم وخرج شعل فيها العافية ودور الساروت وبقى واقف ومراقب الطوموبيل باش خطفوا عائشة حتى تحرق نصها وطاحت في البحر وغرقات. ودوز أبل العقرب وقالو ألو وي سيدي نفذت أوامرك ودابا كل شي غير حساب ليه. المرا اللي في الطوموبيل هي نفسها البنت اللي خطفنا. قال له العقرب مزيان يلا صافي غبرش إيامه. وهو يقول له اوكي بوس. مشى زين الكوميسارية ومع الدخلة كيتلاقى بالكوميسار صاحبه وراه أشرطة الفيديو وعاودهم شحال من مرة. وهو يقول الكوميسار بلاتي بلاتي وقف. وقفوا الفيديو وبدأوا كيزوميو عليه
شاف الكوميسير اللي اقتفش تحنا العقرب وهز عائشة، وشاف ايده مرسوم فيها عقرب، وهو يقول هذا العقرب. زين قال له شكون هذا؟ وهو يقول الكوميسير هذا واحد من اخطر المجرمين الدوليين، كنت واخد الملف دياله وتقريبا عام ونص هذا وحنا مراقبينه باش يلاه نشدو، ولكن بلا فائدة، نطور بزاف واي حاجة كنديروها كتوصلو، خاصك خاصنا معجزة باش نشدوه. وهو يقول زين غادي نشدو وغادي نخليه يشوف الجحيم على وجه الدنيا. الكوميسير قال إلا كان كيف ما قلتي باللي البنت بسيطة وما عندهاش أعداء، فهذا ما غاديش يلحق ويقتلها، حيث هو ما كيدير والو بلا مقابل، إذا شي شخص حرده. زين دار في البلاصة وشاف فيه، قال إذا شي واحد باغيها فيا. وهو يقول الكوميسير أكيد. داز شهر على اختفاء عائشة، والبوليس وزينب كلها كيقلب طريقته. احتاجت اخبار لزين فين كاينه عائشه، تصل بصاحبه الكوميسير ومشاو فين قالوا ليه. وصلوا لعند الدار فين كاينه عائشه، طلعوا من الدار اللي حداها وهبطوا من السطح وبداو كيقلبوا في البيوت، ولقى بيت فيه الساروت على برا، دور الساروت وهو يحل الباب ولقى عائشه تما. زين فرح وقرب عندها، شافت فيه وتصدمات، قالت زين. زين ابتسم وقرب عندها، ضمها بين ايديه وباسها وقال توحشتك اميرتي. عائشة بقت كتشوف فيه وبلا ما تحس عنقاته، وهو يقول كان بغيك. عائشة حطت ايدها على قلبه وقالت وحتى انا كان موت عليك. دورت ايدها على عنقه وهي تخرج عينيها، كيبان لها العقرب هذا السلاح وموجهه لجهة سيف باش يضربه. دفعات زين حتى طاح، وفي نفس اللقطة العقرب طلق رصاصة. كل شي بقى ساكت، زين كيشوف عائشة اللي مصدومة وواقفة كتحس بشي حاجة هابطة على دراحها، دورات راسها وشافت الرصاصة جاتها في كتفها، طاحت في البلاصة والدم كيشرشر. صوب سلاحه على سيف مرة أخرى حتى كيسمع صوت البوليس داخلين وصوت إطلاق الرصاص معمر الدنيا. جاو رجالو كيجري وجروه وخرجوا بيه هاربين. زين هز عائشة وغادي كيجري بها وكيقول تحملي حياتي، تحملي كل شي غادي يكون مزيان. ابتسمت عائشة وسدات عينيها، وهو يقول زين عافاكي ما تمشيش وتخليني، عرفت الحياة معاك ما تخلينيش، عافاكي عائشة. وفي الكلينيك كان زين غادي جاي وقلبه كيتقطع على حبيبته، حتى شاف طبيبة جاية شافت فيه وعرفاته متوتر، وهي تقول له مسيو زين الحمد لله راها بخير. افرح لدرجة دموعه هبطوا وقال شكرا ليك. قالت الطبيبة العفو ممكن تدخل وتشوفها. هز راسه بواخا ودخل، كانت ناعسة والسيروم في ايدها، شافته ابتسمات وهو يقول توحشتك، قالها بحنية واتحنى على راسها وباسوا لها. وهو يقول كان بغيك عائشة، انتي نقدتي حياتي جوج المرات، حياتي زين القديم وخليتيه يرجع يعيش عود تاني، وانقدتيني هاد المرة من الموت وعرضتي حياتك للخطر. قرب ليها وباسها وقال كان بغيك. تحل الباب وكيسمعوا الله يا ربي الله بنيتي. شافت فيها عائشة وشدتها الضحكة، وهي تقول لا لا فانيدة داخلة سخونة. زين ابتسم وقال راها بخير. فانيدة شافت فيها وبستها، وهي تقول انتي في عار الله بنيتي. وهي تقول لها عائشة توحشتك يا ماما. بدات فانيدة كتبكي وقالت حتى انا بنتي. عائشة سولت على باباها وقالت فينا هو بابا؟ قالت لها ماماها ها هو جاي. اتحل الباب ودخل وقال هانا بنتي. دورت راسها وشافته ابتسمت، قرب حداها وبس لها راسها، وزين مازال شاد في ايديها. وهو يقول الصراحة عارف الوقت ما مناسبش، ولكن بغيت نطلب ايد بنتكم الا كان ممكن. نادت فانيدة كتزغرت وقالت الله وليدي واش لقاو حسن منك. زين ابتسم وشاف في باباها اللي بدوره ابتسم، وهو يقول الا بغاتك هي ما نزيدكم غير الخير. دور راسو عندها وشافها مبتسمة، وبعد أسبوع كانوا العرسان بربعة قدام العدو، كل واحد شاد مراته في إيده.
الصحاب كاملين توافقوا باش يديروا عرس واحد. عائشة شافت في زين وقالت كان بغيك، وهو بدوره ابتسم ليها وقال انتي اميرتي. وفي الجهة الاخرى يامنة ودانيال مدافزين على شكون يهز الورد، والجهة الثانية عالية وامير جالس كيقيس ليها في كرشها، ونفس وريان اللي كانوا مدافزين على فين يدوزوا شهر العسل من بعد ما نجح الفيلم ديالهم بجوج، ولاو كيبغيو بعضياتهم وقروا حتى هما يديروا عرسهم مع صحابهم. وهكا سالت قصتنا. كملوا العرسان عرسهم، وكل واحد خد الوجهة اللي بغى باش يدوز شهر العسل ديالو.